قاعد عادي جدا برضو بتأدي الانترفيو، تبقى عندك ثقة في نفسك، تبقى هادي بعد الانترفيو، تبقى خارج من الانترفيو هادي جدا بعد الانترفيو. طيب احنا هنمشي على شوية ستيبس كده. اول ما بتتصلوا بينا يقول لنا انت دلوقتي اكسبتد معانا في الفيز اللي هو بتاع السي في. عندك دلوقتي مثلا انترفيو بكره مثلا في اف سي اي، مثلا لو احنا هنتكلم على السي اي عندك مثلا انترفيو في السي اي، فهتساله الاول في دريس كود مثلا، حد عارف الدريس كود يعني لو كنا نلبس فورمال او يعني بطريقه معينه نسألهم عشان نعرف يبقى رايحين ازاي. هنسأل الأول المفروض نلبس دريس كود ولا لأ؟ في لو في هنلبس وهنجهز نفسنا. بعد كده هنعمل ريسيرش على المكان، هنشوف مثلا الكمبيوتر نفسها بتتكلم عن ايه، ايه الورك شوبس اللي فيها، الميشن بتاعتها ايه، الحاجات اللي بتديها كل نبتدي ان احنا نبحث عنها. ليه؟ علشان لو اكتر من كده اللي هو اه انت جيت في الغيبه مش جاي خالص. حتى لو عندك حاجات كتير حاول تختصرها في صفحتين، اقل من صفحتين هتحس ان هو اه لا ده ما عندوش كلام كتير ليه. فالافرج بيكون صفحتين. وليه اوت اهو الصوره بقى، في حد قال ان الصوره ما تتحطش خالص او لو اتطلبت او كده يستحسن تتحط، بس دي في فرق بين الصوره دي والصوره اللي فاتت. فاكرين الصوره اللي فاتت؟ في فرق بين دي والثانيه، دي صوره فورمال دي علاقه بالفورماليتي مفيش مشكله لو اتحط. تمام؟ سامعني؟ واهم حاجه الكلام يبقى في بوينتس، قلنا بلاش يعني بلاش رمي خالص، حاول نختصر في بوينتس كل بوينت لوحدها وجمله قصيره جدا عشان هو هيحس ان انت منظم بعد كده واي حاجه هتعملها هتبقى هي الصح فعلا. تمام. جه وقت ان انت تبعت السي في اصلا، حد عنده فكره السي في ممكن يتبعت ازاي؟ من غير ما نغشه؟ حد عنده فكره لما تيجي تبعت السي في بقى اللي انت قعدت تكتبه هتبعته ازاي كفورم؟ طيب محدش عنده فكره خالص؟ هو يا اما يبقى اتاتشمنت على ايميل او يوصل للشركه عادي. تمام. ممكن نحوله بالدي اف ونبعته فايل. تمام. تمام. هو ده الريليتد اللي انت عايز توصل ليه اصلا. ممكن يبقى هو عنده ايميلات كتير قوي فهو بيشوفه من السبجكت بس، اللي متقدم على السي في تمام خلاص، اللي مش متقدم مش هيفتحه اصلا ولا هيهتم بيه. تمام. تالت حاجه لازم نبدا الكلام بان انت هتقول بوينت، يعني بما اننا بنشتغل في الموضوع ده ايه؟ موضوع التايتل بتاع الايميل، بما اننا بنشتغل واكتشفت الموضوع ده ان هو في حاجه في الايميل اسمها فلتر، هو مثلا في بوزيشن ولا حاجه هو مسميه سوفت وير انجينير ولا حاجه، فهو بيقفل اي ايميل اصلا بقى غير التايتل ده مش اصلا صح كده.